مسؤوليه كنشوف انني انا مسؤول على الوليدات ايه، ولكن مسؤول تاع السلامه ديالهم، مسؤول على الحفاظ على السلامه ديالهم. انا الوليدات كون اي واحد راه تعيط على الوليدات كاملين كتقيسهم برا كتضرني انا اللي كبر. انا ما يمكنش ندي وليدات لهذيك البلاصه اللي هي عارف انها غادي تضرهم. انا كان غادي يضرنا داك البحر ما تكونش كاع فكره ديال الخرجه كاع ديال البحر، لان هذاك الوليدات اللي فقدتهم راه الكبده ديالي، راه وليداتي. هذا هو الاشكال اللي ما عارفينش الناس. ربما كيقولوا 11 واحد، راه 11 ولد ديالي. راه الا لاحظتوا من العائلات راه كاين خمسه العيالات اللي هما مكفلين بدوك الوليدات. خمسه العيالات راه انا اللي كنسهر عليهم، خمسه العيالات انا هو الاب ديال الوليدات. راه الام اللي كتغلبها بنتها ولا كيغلبها ولدها راه ما كتمشي حتى عند واحد، راه كتجي عند مصطفى العمراني. عافاك تعالى شوف هاد البنيات، تعالى شوف هاد الوليد. حنا بيناتنا اسره، ماشي بيناتنا هذا استاذ صافي كيتريني في لاصال. لا بالعكس، حنا كنحاولوا نديروا واحد الاسره مجموعه، ماشي عندهم ندخل عندهم الدار كيجيو عندي للدار. كنحاولوا نكونوا واحد الاسره مجموعه، كيولي تدري الصغير مطمئن ليك على الاقل. الا ما كيقدش يهضر مع باه ولا البنت كتخجل من امها ولا هادي، كتولي انت هو الصديق ديالها، انت هو الاب ديالها، انت هو الام ديالها. كتقدر تحكي لك داكشي اللي ما كتحكيش لباه.